آخر نقطة قبل ما أطلع ولا الوقت خلص؟ كنت هقول كلمة واحدة بس على تركي آل الشيخ. الله المخرج ده عظيم قوي، بيقول لي اتفضل يا دكتور ازاي، كأن أنا قاعد يعني إيه، شكرا على هذا الوقت يا أستاذ علي وعلى إنك بتدينا هذه الفرصة. على أي حال تركي آل الشيخ تم طرده من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، قرار متأخر اه لكنه كويس. شوف يا شباب وهقول لكم حاجة، اللي يجي على البلد بالطريقة دي، الجعرات اللي بيجي من بره دول، الجعرات اللي بتاع البلاي ستيشن ده يجي على مصر ويجي على النادي الأهلي ويجي عشان داخل على راكب على المعلم عباس كامل هو اللي مدخله هو ومرتضى منصور، الناس دي أراذل الناس. أنا لا يمكن إن أنا أقبل لا تركي آل الشيخ ولا محمد بن سلمان حتى نفسه إن يكون رئيس للنادي الأهلي ولا رئيس نادي الزمالك ولا رئيس أي حاجة عندنا. هي مش شوية فلوس يا شوية غجر. قبل الأهلي ذلك ولمناه، وأنا لوم كل سلطة بتعرض مصر للبيع وكل لاعب بيعرض نفسه على تركي آل الشيخ عشان ياخد قرشين. هو لاعب باع نفسه، افهموا يا جماعة، تركي آل الشيخ في الآخر هيطلع لكم التسجيلات، مش هيعفيكم، هيطلعها على الخطيبة، هيطلعها على الغير، وهيطلعها على المرتضى، وهيطلعها على الناس كلها. ده راجل ما عندوش الا لسان وتغريدات واعلام داخل مصر بيخترقها زي ما بيخترق بعض اعلام الدول العربية. مع السلامة يا ابو عم مايلة، وفي 60,000 داهية انت وفلوسك، واللي دخلوك البلد هيجي يوم ونكشف حقيقتهم او التاريخ يكشف حقيقتهم، مش عارف، لكن مش عاوز انفعل اكتر من كده. واقول لكم تصبحوا على خير.